عايز اعرف كمان من حضرتك مساله المراحل اللي اشرت اليها دكتوره ماجده، لان دي واحده من النقاط الجدليه برضو. خلينا اكون صريحه مع حضراتكم، في ناس قالت انه زي ما دكتوره ماجده احنا المفترض الوضع المثالي او النموذجي انه نجرب على الانسان في المرحله الرابعه تقريبا او في المراحل المتقدمه اللي هي بيكون فيها العقار اكثر امانا، لكن يقال انه ما يحدث غير ذلك، انه بيجرب على الانسان في المراحل الاول خصوصا في الدول الناميه او الدول اللي فيها يعني عدم نظام، هل ده حقيقي؟ وبالتالي الحقيقه القانون ده زي ما ذكرت قبل بدايه القانون اكثر من رائع. يعني احنا هنا اشتغل اولا المراحل، في مرحله ما قبل الاكلينيكيه، يعني مرحله قبل ان انا اطبق على البني ادمين، ودي زي ما دكتوره ماجده اشارت انه اللي في الفيران وفي الحيوانات المماثله للانسان او الاقرب للانسان زي القرود زي الحاجات دي كلها، وفي المعمل، يعني بنبدا بالمعمل وبعدين الحيوانات تجارب وبعدين الحيوانات الاقرب او المشابهه شويه للانسان، ثم نبدا نجربه في مرحله اولى اللي هي عينات بسيطه جدا من المرضى ومن الاصحاء، يعني عدد بسيط. طبعا العدد كان مذكور في القانون، مش الحقيقه ده برضو مش صح انه يتذكر، هو عدد بنقول بسيط سامبل، بنتاكد انه ده سيف وامن في بدايه استخدامه مع المواطنين، فبيبقى العدد قليل، دي بنسميها مرحله اولى. بعد كده بيزيد العدد وبنبدا نستخدم مرضى اكتر منهم اصحاء، وبنستخدم دي المرحله الثانيه. المرحله الثالثه بيزيد العدد اكتر وبنستخدم معاهم حاجه اسمها بلاسيبو او الغفل، اللي هي ايه، اديله دواء زي الدواء لكن ما فيهوش ماده فعاله، ما بيعملش حاجه، دواء خامل، واشوف هل المريض ده اتعالج وخف بسبب فاعليه الدواء ولا بسبب حاجه نفسيه انه كان بياخد دواء، ونقارن ما بين دول ودول باعداد كبيره جدا. الحاجه اللي تفيدنا في مصر بقى بعد كده اللي هي المرحله الرابعه الاخيره اللي بنسميها ما بعد التسويق، يعني الدواء خلاص بقى منتج وبينزل وبيشتغل وشغال في السوق في العالم وآمن. كله وامن وكله، ببدا اجربه بقى على الاف المرضى، بس بايه؟ بما فيش، يعني انا لما يجي المريض المصري وبتكون ادويه مكلفه جدا جدا، يعني او مثلا ادويه الاورام غاليه جدا جدا جدا، طب وصل لمرحله انه بيتباع في السوق الاجنبي وفي السوق العالميه كلها، وابدا انا اجربه مثلا على 10,000 او 20,000 مواطن مصري. مش بس كده يا دكتور، في نقطه كمان مهمه قوي، انه في امراض لا علاج لها، لم تكتشف علاجاتها، وبالتالي المريض بيبقى عنده امل انه اي، يعني هو ممكن يكون ديسبرت او يائس انه طب جربوا عليا اي حاجه بالزبط. قد تشفيني هذا الاختراع الجديد بتوفر عليه. اضافه لكده بقى عشان المواطن المصري يبقى مستريح قوي، احنا اشترطنا في هذا القانون ان المرحله الاولى والمرحله الثانيه في الابحاث الكلينيكيه اللي هي بعد التجارب اللي فاتت دي كلها بعد سنين من التجارب، المرحله الاولى والثانيه لو كان الدواء اجنبي لا تطبق في مصر، تبدا من المرحله الثالثه. يعني الـ 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 الحاجه اللي معموله في مصر، البحث العلمي اللي معمول في مصر يبدا من الاولى ثم الثانيه ثم الثالثه ثم الرابعه، انما اللي بلد المنشا بتاعته غير مصر يبدا من المرحله الثالثه عشان يبقى تجرب في غير المصريين وامان وامن وعظيم ورائع، ابدا اجربه على المرضى المصريين اللي هيوافقوا طبعا موافقه مستنيره تماما، ابدا اجربه عليهم من المرحله الثالثه اللي هي بقت الدنيا فيها هدوء ومفيش اعراض جانبيه كتير وكلام من ده، ثم المرحله الرابعه. دي مراحل، شروط في القانون، ده المراحل اللي حضرتك بتقول عليها دي المتضمنه في القانون بشكله الحالي اللي هيطبق. ده اللي احنا بنضمن بيه سلامه المواطنين وفي نفس الوقت انه البحث العلمي يستمر ويبقى فيه فائده. ووفر ده توفير غير طبيعي، يعني شوفي حضرتك السوفالدي ده كان سعره كام اول ما نزل ووصل لكام دلوقتي؟ ما هو ده احنا عايزين نعمل بحث علمي ونبدا ننشئ في مصر ونبدا نصنع في مصر، مش هنقدر نشتغل الحكايه دي الا باقرار هذا القانون، مستحيل. تركيا وايران واسرائيل وجنوب افريقيا دول الاربع دول اللي فيهم شغل ابحاث سريريه اكتر من، واحنا بنليهم على فكره بس ما كانش عندنا قانون، يعني احنا الخامس بدون قانون، طب ما ابقى الخامس بقانون او ابقى الاول بقانون، تقديم وضع كان قائم يعني. طيب.